سلام عليكم يا بابا، معكم هدول الحياة دي الأصلح. طبعا هذا حلاوة الكلب يا أمي. أنا كلب. أوكي خلي بدي مقدمة، تمام ولا واحد يبدي مقدمة أحد ولا أصلح. يلا ولي، السلام عليكم. ملو شو شو إن شاء الله بخير. ركو خك على وجهي صراحة شباب. جاك فيزيت من ماينكرافت. بس اليوم الفيديو هنا يا شباب مثل ما تشوفون بالعنوان بلوكات الحظ، ويا الحمد لله أصلح. ألو شباب، أنا الحمد لله أصلح. والله شباب أنتوا عجبتكم الصلحة هواي، وأنا يهمني شوي عجبتني. بس علاوي سووا الدقة ناقصة، الله ياخذك علاوي. سووا الدقات ناقصة بالناس حتى الله ما يرضاها. ليش تسوي علاوي بين؟ الله ياخذك. شنو الله ياخذك؟ ها الله ياخذك اخوك الكبير يا كلب. الله. المهم شباب، اليوم مثل ما تشوفون اليوم بلوكات الحظ راح نسوي سباق بلوكات الحظ، ويا حندول اللي يفوز بالسباق فهو الفايز، واللي يفوز بالقتال هو الفايز. ايه هات لحم، وطبعا اكيد انا راح اهزمك، وانا راح اختار اللون البربل. والله انا متحمس حالي حتى اهزمك علاوي يا كلب. انت هاي شنو؟ حدود جاب العيد شباب من اول وحده. الله ياخذك حدود، جبت العيد. شوف لا حد يتصرف بكيفك حبيبه، هاي عادي العيد بكل مكان تدروني. يلا 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 خلينا نبدا حلو، خلينا نبدا. اوكي شباب، طبعا حدود فتح وجهه. اوقف يا كلب تغشيت، خلي افتح هاي هميناني. اوكي يلا حدود، منا راح نبدا. اوكي مستعد حدود للسباق لك بلوك؟ اكيد انا مستعد. يلا يلا، واحد اثنين ثلاثة، يلا بدي. اوكي شباب خلينا نبدي. والله اليوم ابلع حندول، ابلع يا كلب. بس قبل يا شباب خلينا نسوي هاي. شنو هاي؟ ها حندول متت على الخير والعافية صار. لا لا ما متت، هاي بالشقة، هيجي بالشقة واحد ما يشقع يعني مثلا. هاي شنو هذا حندول؟ انت ماخذ هاي الخيسة مالتك؟ هذه شحلة. يلا انت كتلة تنزل بعد على الكتلة. يا كلب اعطيني مجال، انت جاي تسوي شباب والله غلبنا. اوه ماي جاد شباب، ذني تفيدنا عن مود نصنع السيوف وباقي الاشياء. اوكي حلو خليني نكمل. لا بوشينات، باريت بوشينات، حدود يموت بالبوشينات. توثي يا شباب شنو طلع؟ طلع شباب مستحيل. لا 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 خليشت خليشت خليشت، بليز بليز اعطوني مجال. ايش قد يروح هذا البوشي؟ 19 ثانية. شباب وقعت وين؟ اوه ماي جاد شنو صار شباب؟ وكم اخرو؟ اوكي الحمد لله متت. شكو شباب والله ما ادري. ها الحمد لله شنو؟ الحمد لله على السلامة. اوه ماي جاد على الله تعالى، هذا الكلب كسعتني. اوه ماي جاد شباب بليز. اوه ماي جاد شباب شو اسوي؟ والله ما ادري شو اسوي. حدود يا كلب تعالى قدم زبالك. زبالك انت يا كلب، انا شحنه انتك انت بتشوف انت روح اقتلهم. اوه ماي جاد يلا تعالوا تي تي انفجر عليهم تي تي. ايدك موتوا، الله ياخذكم ان شاء الله موتوا. وانت تعال طيح حظك، تعال 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 يوم مش حلقك. والله والله ابلع 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 ابلع. ما يموت الشباب هذا، ما يموت. هسي موت موت موت، خلاك الجولدن ابل شباب، خلاك الجولدن ابل. ها حد حبيبي انقذ العالم والشديد. اي منقذ العالم، كفو تكتب بيه. ها منقذ، انت موتين انت موتين. يلا لك عوش حندولي قتلهم. علاوي تعال ساعدني بليز، ساعدني ساعدني واقتلهم كلهم هذول، ساعدني بطل. علاوي انت منقذ الوحيد. كان منقذك حندول. حندولي حندولي سوي كيب انفنتوري حبيبي حندولي، لان ما مسوي. او ماي جاد شباب شنو هاي؟ مين اجت هاي الوجه؟ تعال الله ياخذك الله ياخذك الله ياخذك الله ياخذك. موتي خلاص بتوتي على راسك، كافي موت انتو. ما تموتون ما تموتون انتو ما تموتون، كافي موت الله ياخذكم. موتوا موتوا كافي خلاص شباب. دخل شنو شكو؟ ماي جاد خلاص. او ماي جاد اوكي شباب خلاص عفوني. او ماي جاد اوكي شباب جي جي. وها حندولي حبيبي جاي تسوي؟ ايوه جاي فرفر تترك النوب، يبت تخسر وتفوز. خسر وفوز الله ياخذي. المهم هاي السناره. اوه ماي جاد والله شباب قبطت غراض، قبطت غراض والله ما ادري شو اسوي. اي كفو ذب علي الزبال. انت شو سوي علي من الذبال غير عليك؟ الله ياخذك حندولي. المهم خليني شباب نكمل. هاي السناره ما ادري شو فائدتها. تعال حندول تعال، والله ما ادري. اوكي شباب حاليا اني هنا لازم نرتب غراضنا ونذب الاشياء كل ما نريدهن. وانت جابك هنا، ها جابك هنا، خسيت الباب كاف خلصنا. شباب خلينا نذب البوشنات لان ما نحتاجن صراحه، غير انا بالنسبه لي ما احتاجن. ورايد لنا كرافتنج. ليش؟ ليش؟
وخر وخر الله ياخذك لا سبت وثي. يلا اطلع منا روح منا كذاك منا باب بالتك تبسيز. انت مو اخو انت كلب وانت زبال تبسيز. يقولوا مو اخو مو شباب خلينا نرتب الغراض شباب ما عندي بس توثي اسحبوني كنت وقت اني متاكد 100% مو خليني اخلي جولدن ابل عدني الله ياخذ هم مجالي. تعال تعال وينك حندوله حندوله حبيبي بحضر لك مفاجئ. وي 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 لك تبسز. المهم شبابهم زين افترقنا عن حد ولحد منا واني منا هسه اوكي شباب الذله حد ما نموت هم راح احاول جيم مود ولا لانه الصراحه غير ما اريد هيك سوالف ابدا خلاص عفوني الذله شباب والله ذله. المهم خليني اكمل راس كريبر شو اسوي براس كريبر انا لا ابو شباب نحرق بيها حندول حلو حلو خليني حلو شباب خليني اكمل شباب هم نحاول جمود ولا نسجل يا الله والله عضه غايز انا اتوقع حندور راح يفوز علينا متاكد حندور راح يفوز علينا. اوكي اغراض ريدستونية شباب منو محترف بالريدستون اكتب لنا بالتعليقات اكيد اكو ناس محترف بالريدستون خليني اكمل شباب اوكي اوكي ما اريد حاليا وين وصلني اوه توثية انا امشي عندي التوثية شباب لان ممكن اقاتل ويا حندور بالتوثية شنو هذا اوكي خلينا ناخذ منين طلعوا لي كافع عفوني اوكي خلينا نلبس دروع شباب ذني في دن دروع على الاقل ولو بقليل ها حدولي وين حدولي صار يا كلب انا راح افوز الو علو يا كلب شلونك كلب براسك والله تبسي زهل ولا شباب اوكي خلينا ناخذ غراض اي شباب سووا لي كرافتك بي هسه هسه نوصل هاي الغرفه على مود تضبط لنا الاشياء اوكي خلينا نشوف ايش يطلع لنا هنا والله انا متحمس حظنا زباله شباب يعني كالعاده مو غريب على حظني المهم خلينا ناكل شوي خلينا ناكل شوي والله انا متاكد افوز وقت حسوني شنو اقتل حندولي شباب ترى حندولي نفس حسوني المهم فهمتوا هم لازم نذب شغله هنا أنا. اوه شيت او ماي جاد ياخذ ام السالفه شباب والله بنت موته غبيه وين المكان اوكي من وخري كافي كافي اوكي زين ما وقعت شباب حاليا شكو ها انا تعوفوني رجاء يعني شباب ما جاي يموتون هذول خلاص عوفوني اوكي حلو اوكي شباب ها هذول شكو علوي يلا ضبط غلاطك على مدكتك بالنعال كلب يلا ولي ولي الله يا غبي المهم شباب خلينا نضبط غراضنا اوكي خلينا نسوي كرافتنج تيبل نذب الغراض الزايده من ما نحتاجه مثل هذا 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 اوكي اوكي حندولي شباب جاب العيد طبعا لو حتى حندولي يفوز علي بالسباق ما راح اهتم لان شباب اني اريد افوز عليه بالقتال اريد اقتل حندولي يا شباب مو مشكله ترى اقدر اقتل اخويا اوكي سوينا سيف دايموند شباب حلو سوينا سيف دايموند والله شكل حلقه حندول مو خلينا نكمل شباب حندول حبيبي يعني والله فد زمال حندول والله شكل حلقه اليوم وينه حندول كاف غش اوكي كاف غش كاف غش يا كلب اوكي بعد ما عودها اسف والله والله الولد حلقي اوكي حلو دروع اوكي ناخذ ذني نذبهن حلو حلو نلبس خوذه ونلبس هاي وشباب خلينا نلبس ذن تمام تمام يلا شباب وضعني اتوقع من تمام المهم انا راح اهزم حندول بالحالتين يعني وراح اهزمه خلص الله ياخذك من الصوت المزعج وراح اهزمه بالشباب اتوقع راح اهزمه همين اوه شيت شباب خليني شد بالسباق تقريبا هزمته اني بالسباق هزمتك حندوله حبيبي هزمتك بالسباق باي باي حدول اوكي الخرفان رسبناه في كل مكان دايموند كافي دايموند ما نحتاج اصلا وباو فزنا حندوله على العنادك لا انا فزت والله انا فزت جاب حندوله انا فزت والله انا فزت اوكي شباب ما علينا خليني حاليا ننتقل للمرحله اللي راح اقاتل بها انا حندول اوكي شباب حاليا راح ننتقل لمرحله القتال اللي راح اقاتل بها اخوي حندول ها اذا وصلت لهاي المرحله اتس لايك واشتراك سالف لايك واشتراك المهم شباب هل حندول مستعد للقتال مستعد وبقوه وسوف اهزمك واقتلك واشرب من ماء دمك واجعلك عبرة لمن تعتبر ها ضربت بالمثل ترى تحدول عادي يا شنو
الهم هم حندول جاهز؟ لا لا جاهز. واحد اثنين ثلاثة هجوم شباب. خليني هاشنا. او ماي جاد ايش في هذا حندول؟ خليني قلت لك شباب قلت له على السرع. والله اليوم اشك حلقي حندول. والله اشك حد موت يا كلب. لا راح اموت شباب راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت. اوكي خلينا ناكل جولدن ابل ونسوي هجوم اضطرار على حندول. تعال يا كلب تعال. والله اليوم اشك حلقي والله اشك حلقي جيب لك انت بس ما تعدل يا ما تصير كذي. اسمع على ولد التكتالتي والله ما انمال ابوياك خلاص باي باي مارن مارن هي راح انتحر اشرف لي. اوكي شباب خلي حدود ينتحروني نحقق هنا. اوكي شباب اتوقع ان وصلنا حقت من تعرف كلاس اشتراك. طبعا مثل ما شفتوا فزنا على حندول الكلب. فزنا عليك فزنا عليك. فيب مع السلامه بيس اوت.